جيل وشد، انت اكو زواج عن حب. انت تشجع الزواج عن حب؟ طبعا اكيد. هاي انت ايش راح يخلصك من الشيوخ والعشاير والعراف المجتمع؟ شلون رجل ديني يقول انا اشجع الزواج عن الحب؟ هاي شلون بالله؟ اصلا انا يعني برايي اكو واحد يقبل، انا برايي الشخصي اكو واحد يقبل انه اخته لو بنته تروح تحب حتى تتزوج؟ شيخ ايه ليش لا؟ بس شلون تحب؟ انا ما علي بس شلون تحب؟ ايه جيد يلا وقت لك شلون تحب؟ ايه جيد. انا شفت بنيه عجبتني خلاص ادرسها من الخارج، خوش بنيه، اهلها، تصرفاتها، وضعيتها، قعدتها، مشيتها، جيكت الموضوع ماكو شيء، مش قدم عليها قبل ما احبها، جيكت قدم عليها يابت الناس. انا بدنا نحكي على بنيه شيخ، احنا بدنا نحكي عن الرجل. احنا بدنا نقول اكو واحد يقبل اخته تحب وبنته تحب، هذا اللي بدنا نقوله. لا انا احكي على الرجل. لا 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 انا انت بدك تحكي عن الرجال، انا بدي احكي عن المرأة. المرأة لا أدخل، لا احنا جبنا موضوع ان لا هي مو من حقها، هي غلطت بالحرام، بس هذا لا 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 انت حلية. انت قلت انه يحق للانسان ان يتزوج عن حب. انا اقصد بها الرجل أيدت انه ايدت الزواج عن الحب. يلا اي بس مو من حب يعني من وراء هذا. شيخ والله المخرج زرف اذاني، اني جدا اعتذر، الحلقة وياك ما تنمل.